GFX Academy. Academy. نتكلم بقى ان شاء الله في الجزء ده عن ازاي ان احنا نحل المشكلة بتاعت الماتيريال في ان هي ما تتكررش على على كل كوبي من الكلونز. طيب هخلي الماتيريال زي ما هي، لكن اللي هزوده ان انا هروح للاوبجكت مانجر واروح للكلونر. انا هشيل الماتيريال دي مش من علي، انا مش عايزها تتطبق على الكلونر مباشرة، لكن انا عايز اللي يتحكم في توزيع الخامة على الكلونر. وخلي بالك نفس اللي انا هعمله ده يتطبق على اي اوبجكت من الاوبجكتس بتاعه الموجراف. هاجي على الكلونر، اروح على الموجراف واروح على شيدر افكتور، اروح على شيدر على فكره شيدر افكتور بيتحكم في البروبرتيز بتاعه الموجراف اوبجكت عن طريق الالوان او اللومينانس او الديفيوجن او الامبيانت اوكلوجن او الالومينيشن، يعني بيتحكم بالالوان في الخواص، بالالوان في الخواص. طيب واروح اخد شيدر افكتور. طبعا شيدر افكتور اول ما نزل على فكره الحدفه اللي اتحدفها دي عشان هو اثر في السكيل، فانا مش عايز السكيل خلاص. وخلي بالك اول ما بينزل بيلغي كل حاجه. ليه؟ لان في شيدنج لو خدت بالك هيقول لك هات لي التشانل اللي انا هتحكم بيها في كل البارامترز دي حتى الكلر. فانا اروح لشيدنج، شوف بقى زي ما قلت كلر يعني كل قنوات الخامات بيتحكم بيها في كل البارامترز بتاعه الاوبجكت. فهاجي على شيدنج اروح للشانل واخد كلر. ليه؟ ما هو انا عايز اخد الكلر بتاع الخامه دي خلاص واوزعه على الكلونر ده. فاروح للشيدنج اقول له كلر، بيقول لي فين التكتشر تاج بتاعتك؟ اقول له التكتشر تاج واحد، يقول لي نسحب دي كده اهو، اقول له لا ده كده مش تاج، ده كده ماتيريال. فبتاخد الماتيريال تحطها للشيدر وبتاخد التاج ده تسحبه له هناك. طب ما هي باهتة، عارف باهتة ليه؟ لانه واخد الالفا او واخد الترانسبيرنسي تمام وحطتها مع الماتيريال، فانا مش عايز دي. فهاجي على البارامترز بتاعته واخلي بالي ان الكلر معمول بأون والفا سترينجز اقول له لا. شفتوا اللي حصل ايه بقى؟ لو عملنا ريندر هلاقي ان اللي حصل توزيع الجراديانت على الكلونر اوبجكت. جميل. طب لو رحنا للكاميرا فيو باك تمام قوي، لو رجعنا ده للفيو بورت وعملنا ريندر، رجعنا للريندر طبعا الانجل بتاع الكاميرا متغير. والله ممكن نيجي هنا على الكاميرا بالمرة، وطالما هنا كده ممكن نسحب ده كده بحيث نأخره شوية بحيث يدي، والله كده شكله حلو. بس انا عايز الكاميرا انا متهيألي كانت واخدة انجل تاني. والله كانت واخدة انجل تاني فعلا، واخدة انجل تاني خالص غير اللي احنا بنتكلم عليه، كانت بعيدة كمان. اعتقد هي كانت واخدة انجل قريب من الانجل اللي انا اللي انا فيه ده. انتوا عارفين كانت ممكن بتقولكوا على حاجة، بس انا بصراحة مكسل اعملها. انت ممكن تاخد الفيديو ده وتشغله على الميديا بلاير كلاسيك وتعمل سيف از، تسيف صورة من دي حلو كده، وتيجي في السينما تحط باك جراوند اوبجكت وتاخد الصورة دي كخامة خلاص، وتظبط زاوية الكاميرا على الصورة تريح دماغك. هاجي هنا معلش ارجع احط تاني كي فريم فاشوف هو تمام. شوف كده هي باظت قوي 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 ليه كده؟ طب اطلعها كده. طيب
ده انا ما حطيتش للروتيشن. تمام قوي كده. فعلا المره اللي فاتت ما كنتش حطيت للروتيشن. طيب هي هل الكلمه مزقوقه جوه شويه؟ اه مزقوقه فعلا جوه شويه. وعلى فكرة عدد الكوبيز أكتر، يعني عدد الكوبيز أكتر شوية. طب تمام أوي. طبعا لو أنت غيرت نوع الفونت براحتك. نيجي بعد كده نكمل الشغل بتاع الشيدر افكتور، هل كده خلص تمام ولا ما خلص؟ ده اللي هنشوفه في الريندر. أعتقد إن أنا محتاج حاجتين، الشادو تمام مفيش فيه اي مشاكل، لكن انا محتاج حاجتين. اولا محتاج الاضاءة تفتح شوية، فانا علشان كده هروح اخد اريا لايت واخد اسحبه لورا وارفعه لفوق تمام، واكبر السكيل بتاعه واعمل له روتيت بحيث يرمي يديني ظل بشكل كويس. ارجع هنا كده ونجرب نشوف الريندر ظبط ولا ما ظبطش. انا كده بيهيأ لي ان الريندر الظبط لسه مع السكاي كمان، خلي بالنا السكاي لسه ما خدتش اي خامه. ماشي. طيب نيجي بعد كده حاجه مهمه قوي. لو خدنا بالنا دي ما فيهاش ريفليكشن صح؟ طب عايز ريفليكشن على دي، ريفليكشن على دي. واحد يقول لي حلو سهل قوي، نروح على دي كده خلاص ونروح على ريفليكشن ونعمل كده. ده اللي انت هتقوله تمام. طبعا هتتفاجئ انه ما حصلش حاجه. طب هو ليه ما حصلش حاجه؟ ليه ما حصلش حاجه؟ اقول لك انا ليه ما حصلش حاجه. لانك انت اصلا الخامه دي مفيش اي بارامتر من دول هيشتغل الا الكلر. ليه؟ ما انت ناسي ان الشيدر افكتور هو اللي بيتحكم في توزيعة الخامة دي على الكلونر. وفي الشيدر افكتور انا قلت له خد الكلر بس اشتغل بيه، يعني مش هشوف مين، مش هشوف اي حاجة تانية. طب حلها ايه دي بقى؟ اقول لك حلها انك تعمل خامة تانية، دي هنسميها مثلا تكست مات، ونعمل خامة تانية نسميها تكست ريفليكشن. تكست ريفليكشن، وتعالى نعمل في دي ريفليكشن بس. نخلي كده اهو فيرنيل، خلي كده. طب وبعدين؟ اقول لك وبعدين. ارجع للخامه دي، الخامه ده اهي، دبل كليك عليها كده او بلاش، تعال نروح للتكست ريفليكشن دي وخدها حطها على الكلونر. هتقول لي يا عم طب ما انا حطيتها كده ماشي، هيطلع الريفليكشن بس ضاعت الكلر. صح فعلا الكلر ضاع. طب ايه الحل عشان نرجع الكلر؟ اقول لك روح للخامه بتاعت الريفليكشن دي وروح للكلر. طبعا الكلر هنا ولا هو شايفه خلاص، ولا هو شايفه. طب هعمل ايه عشان يشوفه؟ بسيطه، روح لتكتشر. هو انت واخد الكلر منين؟ مش انت واخده من الشيدر افكتور؟ طيب روح لموجراف قول له كلر شيدر. خلاص قلت كلر شيدر، يبقى كده هيرجع ياخد الكلر بتاعه من الشيدر افكتور. هيقراه منين؟ هو بيقراه اوتوماتيك لوحده من غير اي مشاكل. شفتوا بقى الفرق اللي حصل؟ اديني جبت ريفليكشنز واديني حطيت كل حاجه انا عايزها وانا نفسي فيها. ماشي يا جماعه كده؟ طيب لغايه كده تمام حلو، نكمل.
نيجي بعد كده نحط من ويندو كونتنت براوزر، تمام. عايز اخد اتش دي ار اي، عايز اخد خامة اتش دي ار اي، مفيش. طيب نروح ناخد بتوع السينما، نروح ناخد بتوع السينما، سينما ماتيريالز اتش دي ار اي، ناخد حاجة تكون فيها خطوط كتير وأعمدة كتير. يا دي بس دي فيها حتت منورة جامد قوي، هتفتح لي الدنيا تبوظها. دي ممكن تكون كويسة. دي احسن. لو انا خدت دي حطيتها على السكاي وعملت ريندر، هلاقي جو السين كله اتغير اصلا، في الريندر قلب على برتقالي خلاص. طب انا مش عايز كده، انا عايز الدنيا ايه. والله في ريفليكشنز كويسه وكل حاجه وتمام تمام، بس اللون اتغير زي ما انت شايف كده، الدنيا باظت. طب انا عايز احتفظ بنفس اللون، روح لخامه الاتش دي ار اي، وروح للومينانس، وروح للصوره نفسها، اضغط عليها هيطلع لك هنا حاجه اسمها الاتش دي ار جاما، اللي هو الوضوح او التباين، لا الوضوح بتاع الصوره. هي هنا 1.8، يعني ممكن نخليها 1.2 بحيث تقل شويه، ماشي. نرجع للومينانس تاني، نروح لتيكتشر، نحط فلتر، نضغط على فلتر، اخش هعمل دي ساتوريت، هشيل كل الالوان دي مش عايز خلاص. والله لو انت عايز الدنيا تبقى كونترستي قوي، والله ممكن تحط هنا نفس القيمه بتاعه الجاما اللي موجوده هناك، بحيث تفتح الديتيلز ما تضيعش منك. عايز تزود الكونترست، والله يعلي الكونترست شويه فتاخد كونتراست اعلى، لكن انا طالما زودت دي مش هعلي. على فكره انيبل كليبنج بتتحكم في الكونتراست دي عن طريق التحكم في المناطق الفاتحه والمناطق الغامقه. انا عملت كده وجيت عملت كده، زي ما انت شايف المناطق الفاتحه كده زادت قوي، ممكن لو انا قللت كده فرجع الغامق تاني زي ما كان بالمنظر ده، يعني بتقلب ده مكان ده وده مكان ده، ده لو انت حابب يعني. بعد كده اقفل خلاص. بعد كده تعال نعمل ريندر تاني، هنلاقي الدنيا رجعت لطبيعتها ومش هنلاقي في صبغه برتقاني على الشغل بتاعنا. في حته هنعالجها هتبان هنا اهو في الحتت دي كده، اللي هي الديتيلز اللي عماله تظهر دي، انا مش عايز الحاجات مقطوعه ومقطعه والكلام ده كله. ممكن هضغط دبل كليك هنا واروح على اللومينانس واعمل بلر اوفست مثلا، وليكن ب 10 هنا وب 10 هنا، على فكره الاثنين زي بعض خلاص. حتى لو انا بص لو قلت هنا 20 كانك بتقول في اللي فوق خلاص، فهنخلي دي 20 هي كمان، بحيث يبقى فيه بلر بالمنظر دوت. ممكن تعمل على فكره مالتي بلاي مع الكلر خلاص. والله واخد، ممكن اخد لون من هنا بس كده قلبت على احمر قوي، ممكن خف الموضوع شويه كده. اعتقد هنلاقي ريفليكشن، او بلاش كل شويه عمالين نعمل ريفليكشن هنا، تعالوا نعمل انتر اكتيف ريجن، تمام. هو عندي اصلا العيب فين؟ العيب هنا، او العيوب بتظهر هنا، فانا مش محتاج الريندر بتاع القصص دي كلها. السلايدر اللي في الجنب ده بتتحكم فيه في الديتيلز بتاعت او في الجوده بتاعت الريندرنج. الريفليكشن فرق مع البلر، فرق جامد، شايفين الريفليكشن فرق جامد قوي. لو انا عملت كده عشان اخد الحته بتاعت الاف كمان، تالي في فرق. بعد كده اضغط على الانتر اكتيف فيجن عشان اشيله، تمام. طبعا لو انا رجعت انيبل او انهانسد اوبن جي ال هلاقي الدنيا ظبطت معايا بالشكل. طب هل في طريقه تانية للريفليكشن غير دي؟ في طريقه تانية للريفليكشن غير ان انا احط ماتريال على السكاي. لو انا شلت الماتريال بتاعت السكاي ورحت خدت بلين، تمام، وجيت هنا كده رفعتها بالشكل ده، حطيتها فوق كده، وجيت رحت مدورها الناحية دي، ورحت جاي عامل ماتيريال، حطيت اللومينانس بتاعت الماتيريال، عملتها مثلا
300 بحيث تبقى عالية قوي. هاخد دي احطها على البلين خلاص بالمنظر بس كده، وكومبوزيتنج وسين باي كاميرا لا، وارجع للكاميرا مرة تانية بس اتأكد ان البلين ده مش جاي في سكة الكاميرا، تمام، واعمل ريندر واشوف. والله لو الريفليكشن ده عجبك ماشي، ما عجبكش خلاص، يعني هو كده شكله حلو بصراحة، ما عجبكش ارجع رجع الخامة بتاعت ال HDRI على السكاي خلاص، واشتغل عادي بالطريقة اللي انا قلت لك عليها في الاول. طيب كده تمام، مفيش اي مشاكل، الدنيا ما فيش فيها مشكلة، فاضل حاجة واحدة فقط اللي هي ان انا اعمل الكيس او الحاوية اللي بتحوي الكلمة دي. ده اللي احنا هنشوفه في الجزء الثالث بتاع المحاضرة ان شاء الله.